ما بين كتابة الدستور وانتخابات الرئاسة ووزارة جديدة أو مجلس وزراء يعني جديد، وتفاصيل كتيرة تشغل الناس كلها وتشغل الرأي العام. خلونا نتكلم في مجموعة من الحاجات اللي بتناقش داخل مجلس الشعب وبتناقش كمان في الشوارع، لأنه الناس كلها بقت ما شاء الله يعني كلها متابعة السياسة، ودي حاجة من الحاجات اللي لو سميناها من أهم إنجازات الثورة يعني. خلونا نرحب بضيفنا اللي بينورنا في الاستوديو، دكتور حلمي جزار، هو عضو مجلس الشعب عن حزب الحريه والعداله. نهارك سعيد يا فندم. اهلا، نهارك سعيد يا استاذ. خلينا نبتدي بالحاجات اللي كلنا حاطين عليها امال وطموحات، وهي انتخابات الرئاسه. وفي اليومين دول في مجلس الشعب يتم مناقشه قانون انتخابات الرئيس، والماده 28 عليها جدل، بما اللي هي ليها علاقه بالطعن في احكام اللجنه العليا للانتخابات، والمفروض ان احنا في انتظار يتم تطبيق هذا القانون او يعني نشوف تعديلات هذا القانون. حضرتك شايف القانون هيروح فين؟ الأول المادة 28 هي جزء من الإعلان الدستوري، يعني الإعلان الدستوري هو زي الدستور. أي تعديل في مادة دستورية له خطوات، وخطوات طويلة، إن تلت المجلس يقدم الاقتراح، إن يتقدم تلتين يوافقوا، إن بعد تلتين يوافقوا تعمل استفتاء، ده لو مادة واحدة، وبعدين ما يستفتى الشعب عليه بالموافقة أو بعدم الموافقة، ده على تعديل دستوري. بس عايز أقف هنا دلوقتي، ما احنا لما عملنا استفتاء على 9 مواد 8 وإلغاء مادة يعني استفتينا على دول، وبعد كده اتعمل إعلان دستوري ما تمش استفتاءنا عليه. ده صحيح، ولكن أصبحت جزءا من الإعلان الدستوري اللي هي مادة 28. طب ما هو ده خطأ، أنا كده بكمله. خطأ المجلس العسكري مش خطأ المجلس النيابي. أنا فاهمة، بس أنا بقول إنه تعديل مادة زي دي بأهميتها ما اعتقدش محتاج الإجراءات دي كلها. لا، ده ضرورة، ضروري لازم، لان ده اسمه اعلان دستور، يعني دستور، والدستور في مواده قال ازاي نعدل الدستور. هناخد كل الاجراءات دي، معناها تعطيل رئاسه الجمهوريه، واحنا عايزين نخلص حقيقي. فقلنا طيب ايه البديل لكده؟ الماده دي فيها حاجه صعبه، ان لجنه الاحزاب، لجنه الشؤون الرئاسيه او لجنه الانتخابات الرئاسيه، وانس وقت ما تقول القرار ما فيش طعن. طيب قلنا طيب في حاجه اسمها لجان فرعيه، في حاجه اسمها لجان عامه. اللجنه الفرعيه ملزمه بقى التعديل اللي دخل عليها، لازم تعلن النتيجه في مقرها، فرزها تطلع الفرز معلن وتعطيه لمندوبي المرشح. اذا بقت النتيجه في ايد المرشحين وفي وجود الاعلام. اذا قيدنا بشكل عملي ان اللجنه الرئاسيه لا يمكن تعلن مخالف لما جاء في المحاضر الرسميه. مفهوم، بس ده يخليني برضو عايزة أقف عند نقطة، هو مش فيه قيمة أصيلة ما بني على باطل فهو باطل؟ أنا صح. بس عايزة أسأل على ده، لأنه ده ليه علاقة بدور حزب الأكثرية أو الأغلبية كما يشاء أنك تسميه في مجلس الشعب يعني. ده كل ده كويس، بس برضو إحنا لا نستطيع أن نخالف أسلوب تعديل الدستور. هنعملها إزاي؟ افرضي إن إحنا بكرة خدنا مادة قرار بتعديل المادة 28، على طول المحكمة الدستورية هتقولنا كلامكم ده غلط، وبالتالي نقعد في صدام، وساعتها المتربصين اللي عايزين يقعدوا، وحضرتك عارف مين اللي عايزين يقعدوا، عايزين يقول لك طب طول بقى الفتره الانتقاليه، ما هي كانت مطوله لحد 2013. فاحنا ما صدقنا، خلاص بقينا في الثلاث شهور الباقيين. فاذا نعمل اجراءات تقلل وتمنع وتقلص سلطات اللجنه، لجنه الانتخابات، بس لا تستطيع ابدا ابدا ان تعلن غير الحقيقه. ثم ان بقى تشكيل لجنه رئاسيه، لجنه الانتخابات الرئاسيه، صعب، صعب قوي قوي، وهم قضاه في مستوى عالي، صعب قوي يعملوا غير الحقيقه. تبقى الحقيقه في ظل وجود ثوره، يبقى معقول رئيس محكمه المحكمه الدستوريه ونائب رئيس محكمه النقد والسناف ونائب رئيس مجلس الدوله، مش ممكن القمم القضائيه العليا دي. عشان كده اللي قال نحصنهم قال له انهم هم قمم قضائيه كان الناس هتلجا لهم لو في خلل. طب ده احنا جبناهم من الاول، فازاي نجيبهم وهم سدنه القضاء ونقول انتوا هتغلطوا؟ ده كان مفهوم او فلسفه تحصين الماده يعني. طيب مش ها مش ها مش هقف كتير عند انه الاعلان الدستوري نفسه لم يتم استفتائنا عليه، وانه مره ثانيه صح انا معي. لا يعني ده انا معاكي، والاعلان الدستوري فيه حاجات غلط كتير، بس اصبح دستور بحكم الواقع. طيب هكلم بمناسبه الاحكام القضائيه، وانه النقاش حاليا على انه التلت الفردي قد يصدر حكم بانه بطلان هذه الانتخابات، لانه تم دخول مجموعه من الاحزاب في التلت الفردي. صحيح. وكان وما اعرفش اذا كان في نص في اي بقى دستور او اعلان دستوري بينص على انه تاني انه على البطل ما نعمل ايه. مش ده يعني الدستور 77 ما كان مليان برضه ثغرات. وكنا مضطرين نحتاج كده، عشان كده عايزين غير دستور. هذا الاعلان الدستوري مضطرين نحتاج اليه لحد 30/6 وخلصنا. تمام. هناك ماده تحصن هذا الاجراء، قالت ان الانتخابات هتتم باي طريقه وباي مزج ما بين الفرد وبين القوائم، وبس وخلصت، وما قالتش اي تفاصيل. فبالتالي وان كان الامر مقنعا بالمنطق، ان ازاي مجموعه من الناس تاخد قوائم وفردي
وناس تانيين يجي يترشحهم ياخدوا فردي بس، ياخدوا فردي بس بالعقل كده ما تنفعش. لكن ودي ضد المواطنه والمساواه بين المواطنين. لكن في ماده ثانيه قالت ان شكل الانتخابات باي شكل دستوري. انا اعتقد كمان كان من حق الناس انها تنزل على قوائم فرديه، الناس تعمل قوائم من مجموعه من الافراد. انا اخترعت هذا الاقتراح، قلت لو انا وانت واحنا مش احزاب من حقنا نعمل قائمه. ايه اللي كان هيدور كل الناس يعني. ما عملتوش دي مشكله على فكره، وما كانش حد هيعملها برضه. بس يبقى احنا ايه فتحنا الباب لهؤلاء وهؤلاء. صحيح. طيب دستور بقى، والمعركه القادمه هي معركه الدستور، وفي كلام على انه مين اللي هيحط الدستور، ايه مواصفات لجنه المية او لجنه صياغه الدستور، ومجلس الشعب باغلبيه اسلام سياسي، ونفس الحكايه في مجلس الشورى. صحيح. حضرتك شايف لجنه المية هتبقى عامله ازاي؟ عايز اقول الاول ان في ناس قالوا ان لا يجوز البرلمان يضع الدستور، وانا بقول لهم صح، البرلمان لن يضع الدستور، ده البرلمان دوره فقط يختار لجنه المية، ولجنه المية هي اللي هتضع الدستور او مسوده الدستور. دي نقطه. النقطه الثانيه، احنا مقدمين اقتراح نصيب البرلمان بغرفتيه 40% من المية، يعني 40 واحد من المية شخص، والمية والستين الباقيين من أطياف المجتمع. بس مين اللي يختارهم؟ المجلسين. هتقولي ما في أغلبية إسلامية؟ هقول لحضرتك أي أغلبية كانت موجودة ليبرالية أو إسلامية أو يسارية كانت هتتمتع بنفس الحق، لأنها أخذت هذا الحق منين؟ من الانتخابات. جات إسلامية المرة دي، ممكن مرة جاية ما تجيش، مش مرة جاية في تعليق الدستور يعني، في الأغلبية ذات البرلمان ممكن. فبالتالي ليه نحرم الشعب الحقيقة هو حرمان الشعب من اختياراته. لكن هقول لحضرتك حاجة، نحن ندرك ونحن أغلبية إسلامية داخل المجلس أن الدستور وثيقة توافقية لابد تراعي كافة الأطياف، ولا يمكن. كلمة توافقية دي والنبي يا دكتور عشان مش بقينا حساسين. لا في الرئاسة، هنقولها في الرئاسة، هي سيادة سمعة في الرئاسة، لكن في الدستور مهمة جدا. تمام. ليه؟ لأن الدستور بيضع أسلوب التعامل مع الحاكم والمحكومين وشكل الدولة مش لخمس سنين أو عشر سنين، لا 50 100 سنة. فبالتالي أي سياسي ينتحر لو جعل الدستور خاضعا له هو، بيقضي على نفسه. أما السياسي الناجح الذي ينظر إلى المستقبل سوف يضع دستورا عصريا يعجب به الناس ويحقق طلبات الناس، هتضاف إلى رصيد السياسي ده أو الحزب السياسي ده، يقول لك أيوة عمل. ما من هنا بقى كويس. أهمية أنه فعلا يبقى ملوش علاقة بأغلبية داخل المجلس وملوش علاقة بالانتخابات. 40 من 100 مش أغلبية، وهذه 40 يمثلوا إيه كمان حضرتك؟ 40 مش يمثلوا التيار الإسلامي داخل البرلمان، لا دي يمثلوا البرلمان كله، يعني هتلاقي فيهم ليبراليين، هتلاقي فيهم اشتراكيين، هتلاقي فيهم وفديين طبعا. هل عندكم مقترح بتفاصيل يعني معنى ال 40% يبقى مثلا خمسة لحزب كذا واثنين لحزب كذا؟ بحسبها حسبة منطقية برضه، لأن المنطق غلاب زي ما بيقولوا. إذا قلنا 40 وغرفة البرلمان اللي هم الشعب والشورى حوالي 700 عضو. لو قسمنا 700 على 40 خلال على 35 يبقى سهل. أسهل. يبقى كل 20 كل 35 سوري يبقى لهم كرسي، نقول مجازاً كرسي. لا كل 20، كل 20 يختاروا واحد. إذا من حق لو حزب خمسة وكمان حزب خمسة يجمعوا بعض يقول والله أفضلنا في هذا الموضوع هو فلان. كويس. وبالتالي هنراعي فقط في ال 40 كرسي دول الأغلبية الوزن النسبية. لكن في الستين لا، دي نختارهم من قمم الثقافة وقمم الفكر وقمم الفقه الدستوري والكنيسة والطرق الصوفية. بالمناسبة المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وأنا هنا بركز على الحكاية دي، اتنسى في زحمة الكلام حوالين الدستور. مشايخ الطرق الصوفية المشاهير الشيخ أبو العزم والشيخ القصبي والشيخ الشرنوبي ما عندهمش مانع يختاروا واحد منهم يبقى ممثل. وأنا إذا أمثلت الصوفية اللي بسمها المتمثلة بالشرع، أصل في صوفية متمثلة بالشرع وفي صوفية كده يعني نرفضها. كلنا بتاع الموالد وبتاع الأضرحة، لكن الصوفية التي تهتم برقي القلب ورقي النفس موجودة طبعا. إذا احنا ما نمثل هؤلاء ونمثل الكنيسة القبطية. لا بس معلش عايز اقول حاجه، حتى اللي هم ليهم علاقه بالاضرحه والموالد ليس دول العدد يعني مش مثلا دول اتباع، دول اتباع الطرق، لكن مشايخ الطرق مش كده. الاتباع ماشي مفهوم. لكن اذا القيادات مش كده، القيادات فاهمه يعني ايه الصوفي الحق، فدول يمثلوا. الازهر طبعا لازم يمثل، الكنيسه بشعابها الثلاثه الانجيليه والكاثوليكيه والارثوذكسيه لازم تمثل، اتحادات الطلاب، ايه اخبار النساء الستات بقول لحضرتك. ده جاي على طول اهتم بالستات. طبعا ده النساء يمثلوا في في في, في الثلاث اقسام الموجودين. احنا قلنا برلمان 40 واحد لازم يكون فيهم نساء. ال 30 اللي هم من اطياف الشعب القمم لازم يكون فيهم نساء. ال 30 اللي الاتحادات والنقابات المنتخبه هترشح ثلاث اضعافهم عشان البرلمان يختار منهم لازم يكون فيهم نساء، في على الثلاث محاور يعني التفكير. تمام. ذوي الاحتياجات انا بحاول افكر بصوت كويس عالي. كويس. يعني طبعا ذوي الاحتياجات الخاصه هيكون لها ممثل لابد، اصل بقول لحضرتك من يصوغ الدستور لازم يكون كل الشعب المصري. ثم ان في حاجه مهمه جدا، هب ان جينا العلميه لم تتسع لكل الناس،
في حاجه اسمها جلسات استماع، مش معقول الدستور هيتعمل في اوضه ضلمه، هتعمل كده في اضاءه جميله زي الاضاءه اللي في الاستوديو دي، وبعدين في النهايه بقى كمان هيروح للشعب. من له حق حضور جلسات الاستماع؟ اي مجموعه تطلب، اي مجموعه، واحنا عملنا كده في مجلس الشعب، تيجي تطلب انها تقول رايها ويسمع لها، على طول بنسمع لها. يعني جالنا في لجنه الثقافه والاعلام وانا عضو فيها، وجالنا واستمعنا اليهم، جالنا في لجنه التعليم واستمعنا اليهم، شباب كانوا واقفين معتصمين على الباب، انا خدتهم من ايدهم من غير ما يكونوا عايزين لجنه، بقول عايزين نقابل رئيس المجلس، خدتهم وقعدنا مع وكيل المجلس. اذا اي صوت بيجي اهلا بيه. طيب انا عايزه اتكلم عن مجلس الوزراء. عن في كلام مؤخرا طلع من حزب الحريه والعداله انه احنا عايزين نسحب الثقه من دكتور كمال الجنزوري بوزارته، يعني كلها بوزاراته يعني، وحزب النور رفض. وكان حزب الحريه والعداله من الاول خالص بيدعم دكتور كمال الجنزوري، يعني تغير نعطي له فرصه، نعطي له فرصه يعني بلاش، يعني كنت مع الدعم واعطاه فرصه، فاخذ الفرصه وما عملش بيها. ما كلمه اصلا اعطاء فرصه دي بقت برضو عند بعض الناس عليها علامات استفهام يا دكتور. يعني اعطاء فرصه، ما احنا بقالنا كتير بندي فرص وما حصلش حاجه، فالناس بس دي كانت اخر فرصه بقى، خلاص دي كانت اخر فرصه. فانتوا اليومين دول بتطالبوا بسحب الثقه، هل اصلا يعني كنا بنتكلم يمكن قبل الهوا، حضرتك قلت لي مش من صلاحيات مجلس الشعب، مفيش نص، هو من الصلاحيات المستقبليه باذن الله، لكن مفيش نص في الدستور بسحب الثقه. لو امال بنعمل كده ليه؟ ضغطا على الحكومه حتى تستقيل هي. وانا كنت بقترح اقتراح عملي جدا، اذا كان المجلس العسكري وهو الذي يقوم مقام رئيس الجمهوريه الان شاف حكومه بهذا الشكل، ليس لها ظهير برلماني وليس لها ظهير شعبي، يا والله يا شيء المنطق مع السلامه، وتسير الاعمال لحين تشكيل حكومه من الاغلبيه. لحين دي ممكن تاخد شهر واثنين وثلاثة ونخلص. أنا هقف عند من الأغلبية دي بقى، أو الأكثرية، أو الأكثرية برضو من الاثنين. في تصريحات من القيادي بجماعة الإخوان المسلمين خالد الشاطر بأنه على استعداد لتشكيل حكومة. لا ما قالش هو، قال نحن. نحن نحن يعني نحن حزب الحرية والعدالة. نحن كان بس خالد شاطر ليس أحد أعضاء حرية والعدالة. أنا عضو، هو الوحيد اللي مش عضو هو فضيلة المرشد العام، ليس عضو. أوكي، يعني كل الإخوان المسلمين أعضاء في حزب الحرية والعدالة؟ لا ليس شرطا، لكن أوكي. أكيد اللي بالتأكيد مش عضو هو المرشد العام للإخوان المسلمين. أوكي، لكن نحن يعني الحزب الحرية والعدالة. ليه بنقول كده؟ لأن حزب الحرية والعدالة هو المختص بالعمل السياسي الحزبي من قبل جماعة الإخوان المسلمين. شيء منطقي جدا أما نقول نحن، يعني نحن حزب الحرية والعدالة. وبالتالي بنقول الحكومة القادمة سوف تكون حكومة ائتلافية لسببين مهمين جدا. أول سبب إن حزب الحرية والعدالة ليس له الأغلبية، فما يستطيعش منفردا. اثنين، وده سبب منطقي، مشاكل البلد التي أصبحت يعني ضاربة بجذورها في بباطن الأرض المصرية، مش ممكن إحنا نيجي بقى جدعان سوبرمان ونقول إحنا لوحدنا هنعملها. لا، إحنا عايزين كلنا نتشارك فيها. حضرتك لو معانا في البرلمان كنت أهلا بحضرتك، حزب النور أهلا وسهلا، حزب الوفد حضرتك عملنا الكلام ده رغم لينا الاغلبيه في مجلس الشورى، لينا 59% من الاعضاء. بالنسبه دي ناخد الرئيس، انت زعلان طبعا معلش، لكن استحسن مش زعلان انا بسمع يعني. انا قصدي اقول كان ممكن بالنسبه دي ناخد الرئيس والوكيلين وكل اللجان، ما عملناش كده، خدنا بس الرئيس، الوكيل كان حزب النور، وكيل تاني حزب الوفد، زي ما عملنا في مجلس الشعب. كذلك اللجان البرلمانيه، ايا كان لا يمكن لفصيل واحد ان ينهض بمصر الان، مش بس في الحكومه على فكره. حضرتك الناس خارج الحكومه كمان، انا بقابل الشباب اللي بيدخنوا بيسالوني يقولوا لي هتعملوا ايه في الحكومه، رايحه فين؟ بقول لهم انتوا صحتكم رايحه فين؟ عايز الفت نظرهم ان كل واحد في موقعه يستطيع ان يقدم لهذا البلد قيمه ويستطيع ان ينهض بهذا البلد. طيب فكلنا خارج الحكومه وداخل الحكومه هننهض بهذا البلد ان شاء الله. طيب هرجع تاني اتكلم على مهندس خالد الشاطر، لانه هو نائب رئيس نائب المرشد العام، هو حضرتك بس باكد هو احد اعضاء حزب الحريه والعداله. صحيح، فاذا تصريحاته منسوبه للحريه والعداله وليست للجماعه، اللي احنا محتاجين نعرف موقفه ايه. هو الفصل المنهجي مستحيل دلوقتي، المنهجي مستحيل دلوقتي، وبعد كده الفصل الاداري والمالي ضروره. يعني ايه المنهجي؟ جماعه الاخوان المسلمين هي التي شكلت ببرنامج ما هذا الحزب، يبقى مش ممكن تنفصل عنه منهجيا وتدعمه في الانتخابات، وهو كان الرافعه المجتمعيه، اقصد الجماعه كانت الرافعه المجتمعيه للحزب في الانتخابات الاخيره. لكن اداريا من رئيس الحزب؟ الدكتور محمد مرسي. من نوابه؟ رفيق حبيب عصام العريان، او عصام العريان رفيق حبيب. بقى فيه فصل اداري. هذا الفصل الاداري ليه مش واضح قوي للناس؟ لان الحزب بقى له شهور، انما يمر سنه واثنين زي كده، بشبهها بفطام الصغير، فطام الطفل الصغير بياخد له سنه ونص لحد ما ايه يبقى له سنان ويبتدي ياكل ويعتمد على نفسه. لا كمان الفصل ده مش قادرين يحسوا قوي، لان احنا بنشوف بيانات ممضيه من الاخوان المسلمين، جماعه الاخوان المسلمين، وبيانات ممضيه من حزب الحريه والعداله. وانا بعتقد انه صلاحي اذا كنت غلطانه، هل هو خطا ان احنا نشوف بيان ايا كان قيمته ممضي من حزب من جماعه الاخوان المسلمين؟ البيان الموقع من جماعه الاخوان المسلمين بيان سياسي ممكن،
لكن هو مش بيان حزبي بمفهوم ايه؟ ان جماعه الاخوان المسلمين سوف تشكل الحكومه، عمر ما تصدر كده. لكن حزب الحريه والعداله سوف يتحالف مع اخرين لتشكيل الحكومه. اما جماعه الاخوان المسلمين تقول مثلا رايها في حصار غزه مثلا، رايها في مذابح سوريا، حقها زي ما حق حضرتك وحقي وحق اي مصري يقول رايه في الحياه السياسيه. طيب موقف الجماعه المحظوره ايه؟ يعني هي كانت تاريخيا جماعه محظوره، هل هيتم توفيق اوضاع؟ هل هتعمل نفسها اعلاميا وحكوميا؟ لكن تاريخيا لم تكن محظوره بسبب كانت جمعيه وتم حل حل الجماعه صح؟ لا ما حلتش، لان احنا في سنه في السبعينات ذهبنا نحن جماعه الاخوان المسلمين بقى وقتها هنا بقى ايوه الى القضاء الاداري، قلنا لهم من فضلكم عايزين نستأنف مره اخرى عمل جماعه الاخوان المسلمين. الحكومه طعنت قالت لا ده في قرار بالحل. قلنا لهم طيب طلعوا قرار الحل هاتوه للمحكمه. ما جابوهوش. فلم ياتوا به. اذا احنا على قديمه، بس بقول لحضرتك الزمان تطور. قد يكون القانون بتاع اربعينات غير مناسب للقانون الحالي. فنحن بصدد توفيق اوضاع مره اخرى وفق القوانين التي سوف تحكم الجمعيات الاهليه وجمعيات النفع العام. لكن محظوره قانونيا الان؟ لا مش محظوره قانونيا الان بحكم ان ما فيش قرار حل. ولا في قرار حل ولا في قرار بانها تستأنف. لا على قديمه بقى على ايه على قديمه خالص قبل الخمسينيات يعني سنه 28 قولي او عند ايام النحاس باشا اما رجعها بعد ما النقراشي باشا حلها. تمام. فانتوا هتوفقوا اوضاعكم علشان تبقوا جمعيه شامله ذات جمعيه نفع عام شامله المقاصد. طيب خلينا نتكلم على حزب الحريه والعداله وهو حزب الاكثريه داخل مجلس الشعب. هل حضرتك شايف انه حتى الان، يعني هتكلم وجهه نظر الناس اللي في الشارع، الناس حاسه انه حتى الان ما قدم لهمش اللي هم كانوا متوقعينه، وما قدم لهمش اللي هم كانوا عايزينه كمجلس شعب ثوره، والناس بقت بتتكلم على انه ده مش مجلس شعب ثوره، ده مجلس شعب نقطه، مش بالضروره حتى يبقى بعد ثوره. حضرتك شايف انه ادائه حتى الان؟ انا شايف اداء المجلس ككل، وبعدين اقول الحزب الحريه والعداله. اتفضل. المجلس ككل حضرتك تتفق مع ان حوالي 80% الى 90% منه جداد، وبالتالي الادوات البرلمانيه وتبنيها عايز وقت. ادي النقطه. النقطه الثانيه ان المطبخ الرئيسي لمجلس الشعب هو اللجان. اللجان لم تبدا عملها الا بعد اسبوعين من الجلسات المجلس الاجرائيه. طيب. بدا يظهر اثر عمل اللجان في الجلسه اللي فاتت. طلع قانون رئاسه الجمهوريه وفي تعديلات واضحه، طلع قانون في بحث التعليم وكلام مضى فيه. اذا اللجان بدات تاتي بجهدها. طيب الناس عايزه تحس بالثوره في حاجتين مهمين قوي، العداله الاجتماعيه والقامة. ربنا حضرتك أنا ما أصلا في الثورة كلنا على فكرة أنا كنت من الطائرين رغم شعر الأبيض ده لا كنت الطائرين أنا عارف أوي إحنا عايزين إيه بصفة الثائر يعني. عايزين العدالة الاجتماعية، عايزين تطهير المؤسسات لأن فيها فساد كبير جدا. دول لو حصلوا هنقول الثورة مش بقى خلصت كل حاجة، يعني بدأت تحقق حاجات أهدافها اللي لسه بقى استئناف نهضة البلاد. قضية العدالة الاجتماعية أنا الحقيقة أتهم الحكومات اللي جايه لحد الحكومه الحاليه لا لم تكن جاده في اجراء تنميه تحقق العداله الاجتماعيه. اصل العداله الاجتماعيه مش انا اقبض كام وحضرتك بتقبض كام، تعالى نقسم ايه ونخليها ايكوال متساوي. لا، ان انا عايز اعمل تنميه عشان اللي مش قاعدين معانا هنا يلاقوا برضه. ولذلك كان بيان الحكومه خالي جدا من ايه المشروعات اللي هتعمل بيها تنميه عشان نعمل العداله الاجتماعيه. العداله الاجتماعيه في حاجات عاجله وحاجات آجلة. العاجل في العدالة الاجتماعية الأجور حد الأقصى والأدنى، حد الأقصى والأدنى. وعلى فكرة يعني ولا زال هناك مستشارون في شتى أنحاء البلاد وفي شتى الوزارات بياخدوا ملايين، وفي عيني ناس شباب مش لاقين شغل أصلا، مش غير مش هقول لك بياخدوا 100 جنيه. فده أنا بقول لحضرتك إن حينما تتولى حكومة الائتلافية برئاسة حزب الحرية والعدالة سوف مباشرة يعني تأخذ هذا الأمر، وده عاجل. اتنين، الفساد. الفساد اللي هو إيه بقى؟ زي الصناديق الخاصه اللي احنا سمعنا عنها دي. تحت سيطره مين ومين اللي بيصرف منها؟ محدش عارف. وكام شوف المليارات بتاعتها قد ايه؟ ده ما بقول 36.5 مليار، وانا بقول لحضرتك لا ده اكتر من كده. ده المعلن صح. هذه المليارات حينما تضخ ضخا صحيحا في الاقتصاد المصري هتجيب فرص عمل، هنعمل عداله اجتماعيه، يبقى صنبور الفساد هيتقفل. دول عاجلين. طب امال المؤجل ايه؟ التنميه الحقيقيه. واحنا عندنا في حزب الحريه والعداله اربع مشروعات تنميه واضحه المعالم، مدروسه وجاهزه على التنفيذ. تنميه سيناء زراعيا وتعدينيا وسياحيا. شرق الجمهوريه على ساحل البحر الاحمر لان ده بيفتح على المحيط الهندي وعلى شرق اسيا وعلى افريقيا. تجاريا ومدن حره على الساحل الشرقي او على ساحل البحر الاحمر. شمال البلاد حضرتك كل الساحل الشمالي ده خلاص بقى بلوكات اسمنتيه، جنوبه
في ارض قابله للزراعه زراعه ونكفي نفسنا بدل ما نقول ايه عندنا موارد كان. يعني بصراحه مصر يعني المنطقه الرابعه هي وادي حلفه ما بيننا وبين السودان. الكلام ده مدروس صح وموجود، ولذلك يعني هننشئ مدن، لازم تنشئ مدن جديده، لان انا في طريقي الى الواحات، والواحات البحريه بالمناسبه هي جزء من الدائره الانتخابيه بتاعتي 360 كيلو. ما فيش ولا مدينه من 6 اكتوبر للواحات صحراء خالص، مع انها لو حضرتك زمان ياما، انا مش ياما حضرتك، لما كنت بمشي من القاهره لاسكندريه يا دوب الريست هاوس بتاع زمان اللي كانت غنت له شاديه الريست هاوس الريست هاوس بشويه ده، لكن بعد كده حصل فيه ايه زراعات ومدن بدات تنشا. كذلك هذا المحور هو محور مهم جدا، تنشا مدينتين عليه ولقيت فيها شركات تعدين، قلنا طب ما هو وارد هنا نعمل مدن، وتعالي على الناحيه على الصحراء الشرقيه بدل نعمل مدن ما بين النيل والبحر الاحمر. اذا الخروج للصحراء بس خروج مدروس، مش مجرد انا ارمي فلوس في الصحراء، انا طبعا الواحد يشفق ان يرمي فلوس في الصحراء وما جتش عليه. يعني كلام حضرتك قلته طبعا كنا بنسمعه زمان، بس كانوا طبعا يشوبوا الفساد وكل الحاجات. يعني تعمير سينا انا عارفه ان في خطه لتعمير سينا من شاف سنه كام، بقى لها 20 30 سنه من ساعه ما خدنا كل سينا حوالي 750,000، نص مليون فوق في الشمال، في شمال سيناء، شمال سيناء وحوالي 250-300 ألف في الجنوب. فيعني طبعا تنميه سيناء مين بنسمع عنها وما بنشوفش حاجه، وما زال التعامل الامني مع مواطنين سيناء وكانهم اعداء برضو ده محتاج يتم النظر اليه. يعني طب عشان وقتنا بيخلص وفي ملفين محتاج اتكلم فيهم، عايز اتكلم تاني على الانتخابات الرئاسيه بس مش بمنطق القانون بس بمنطق المرشح. وهل حزب الحريه والعداله في باله هيدعم حد ولا لسه؟ لما انا اكون صريح معاك الى ابعد حدود الصراحه، اتفضل. هل يا ترى النهارده لو حصل ظهور مرشح جديد النهارده او بعد اغلاق باب الايه الترشح كما يقول البعض، فكره حضرتك ان ده هيكون ليه ارضيه ويستطيع القفز على الحواجز اللي اخذها بالفعل المنافسين الاخرون؟ انا اشك. لان فاضل على الانتخابات كام؟ اقل من شهرين، 3 شهور. طب اقول لك وجهه نظر الناس بتقول ايه، ايا كان الحزب اللي هيدعمه الحريه والعداله لارضيتهم الشعبيه زي ما حصل في الانتخابات يعني هيقدروا يدعموه ان شاء الله لو كان لسه مواليد امبارح. طيب هنقول بالارقام كويس، دي كلام انطباع، لكن تعالوا بالارقام. احنا في الانتخابات البرلمانيه خدنا كام مليون من ال 30 مليون اللي راحوا؟ انا عندي نسب حاجه و40 بتاعتي. لا هي غير النسب، اصل نسب الكراسي غير نسب التصويت. لان في حاجات اصوات جبرت واللي مش عارف القوائم، خدنا مثلا 3 كراسي و7 من 10 فبقت 4، فاذا فغير دي. تمام. خدنا حوالي 11 مليون. 11 من 30 مليون. يعني تقريبا التلت، قول التلت. طيب. اذا التلت ما بينجح، وبعدين مين قال ان التلت؟ اصل برضه انتخابات برلمانيه، انا في دايرتي ناس عارفاني، حضرتك لو نزلت في دايرتك ناس عارفه حضرتك. لكن وارد جدا، وكانوا بيعملوا ايه بقى؟ يعملوا ساعات ميكس، يقول لك هناخد قائمة الحرية والعدالة مثلا والفردي من الوفد او الفردي من النور، كان الناس قدامها اختيارات وكانت بتمارس اختياراتها. اذا حتى لو اي مجموعه، حزب الحرية والعدالة او النور او الوفد او غيرهم، قالوا مش بالضروره ان محبي هذا الحزب بالضروره هيدوا المرشح اللي بايده، فلابد الشعب هو اللي هيختار. طيب هناك اصوات بتشكك او بتقول انه دايما جماعه الاخوان بحزبها بذراعها السياسي يعني بتغير موقفها احيانا، يعني بتعمل تصريح وبعدين تطلع بتصريح تاني معاكس لي، تحديدا بتكلم على دكتور عبد المنعم ابو الفتوح انه جماعه الاخوان المسلمين في الاول خالص قالوا احنا لن ندعم دكتور عبد المنعم لانه احنا مش هننزل بمرشح رئاسه، وان كان شباب الاخوان بيدعموا دكتور عبد المنعم ابو الفتوح. هل ده معناه انه ممكن نكتشف ان ده في الاخر برضو كانت من ضمن التصريحات اللي ممكن تتغير بعد كده ونلاقي انه في دعم لدكتور عبد المنعم؟ انا مش ضد دكتور عبد المنعم مفتوح طبعا، انه راجل محترم يعني، بس بتكلم على الفكره. لا هو بقول لحضرتك، هو قالوا لن ندعم دكتور عبد المنعم مفتوح مش عشان شخصيته غير مناسبه للرئاسه، مالوش كده. بقولوا احنا لن ندعم دكتور عبد المنعم مفتوح لانه خرج على قرار الجماعه بعدم الترشح. اما قيمته وتاثيره محدش تعرض ليها. كذلك الاستاذ عمرو موسى، اما اقول هنأيده او مش هنأيده ما بنقولش عشان قيمته ولا تاريخه، بنقول لا ان احنا لينا موقف عايزين كذا وكذا. اذا لا نتعرض للاشخاص ولا لخلفياتهم، لكن احنا تعرضنا لمبدا مجلس الشورى الجماعه باغلبياته قال لا ترشيح لرئاسه الجمهوريه، خلاص تمام. ايا كان بقى الشخص اللي عمل كده يبقى هو مخالف لهذا القرار. اوكي. شباب الاخوان تعبينكم يعني عاملين مناوشات كده؟ هو كان عندي في البيت شباب، ولادي شباب فتعبني اكيد. يعني اصحابي ما يحدث لي في البيت على ما يحدث لي في العمل العام. قصدي انه يعني بعددهم وبطاقتهم وبان في زي ما سمعنا في الاول في بوادر انشقاق، مش انشقاق بس بوادر تيار شبابي اصلاحي مختلف بافكار تميل شويه للليبراليه داخل جماعه الاخوان المسلمين متمثله في مجموعه الشباب. ده موجود واحنا حاسين بيه، والحوار بيننا وبينهم مستمر،
ولا يمكن ابدا هيتنصلوا منا ولا احنا هنتنصل منهم، لكن بالحوار والراي والراي الاخر هنعرف يعني اولا نحافظ على وحده الجماعه ودي مهمه. الانتخابات غالبا غالبا بتبقى يعني خلف الستار. انا ما اقدرش ابني او زوجتي ما اقدرش اكبره، لكن بقعد اقنعه اقتنع اهلا وسهلا، ما اقتنعش والله ربنا هو اللي هيحاسبني وهيحاسبني. اخر حاجه هتكلم فيها قبل ما نختم اختم حواري مع حضرتك هي لجنه الثقافه والاعلام، ومن المطالبات البدري جدا الى جانب اعاده هيكله وزاره الداخليه هي الاعلام، لانه اداه هامه جدا، اداه بتستخدم للتضليل، اداه بتستخدم للضحك على الناس او للتنوير وان كنا ما يعني انا يعني في ناس كثيره مش حاسه بده، يعني في ناس كثيره مش حاسه انه الاعلام بيستخدم فعلا كاداه يعني من ادوات التنوير. ايه رؤيتكم كحزب حريه وعداله في طب حضرتك متفق معايا ان حصل نقله نوعيه في الاعلام بعد 25 يناير؟ ما اعرفش. طب خليني انا كمشاهد حضرتك اللي تقولها. لا حدث خصوصا يعني قنوات النيل، مش عشان انا ضيفكم النهارده. لا حدث نقله حتى وفي القناه الاولى والفضائيه حدث نقله. اللي ما حدثت عندهم نقله عشان كويسه هي القناه التي يديروها لبعض رجال الاعمال، دي اللي واخده موقف انا كلمه حق يعني برضو القنوات اللي فيها لكن انا كمشاهد ما بعرفش الحقيقات اللي بتتم، لكن بشوف الشاشه. حصل نقله نوعيه؟ حصل نقله نوعيه، بس في قنوات كمان خاصه محترمه جدا. انا ما بقولش كل، انا قلت المملوكه لرجال اعمال المضادين للثوره، شيء بديهي جدا واحد ضد الثوره هيعمل ايه يعني لازم يعمل كده. صحيح. لكن في ناس تانيين ومعروفين برضو يعني مصريين حتى النخاع وقناتهم الخاصه متميزه. صحيح. اذا احنا في لجنه الثقافه والاعلام بنقول ايه؟ ان انتوا يا اعلاميين انتوا اللي هتقولوا ايه الصح وايه الغلط عندكم، لانكم دريانين بالحرفه. انا كطبيب لازم احط انا اللايحه بتاعتي، وانا لازم اقول اشتغل العمليه ازاي، وانا اقول مقاييس الجوده عندي ازاي. كذلك الاعلاميين فقط بنقول طب تعالوا نقعد ونسمع بعض. اول مره تحصل طوري، جالنا فنانين مبدعين، جالنا الاستاذ اشرف عبد الغفور وفنانين كتار. صحيح دي يعني لجنه حريه الابداع بتاعتي. جم وزعقوا وضحكنا وقلنا، بس انا قلت في بالي أول مرة مجلس الشعب يفتح أبوابه للمبتعين، ما كانش بيحصل. إذا حدث خطوة، قد نكون متفقين في 10% ومختلفين في 90%، المرة الجاية يبقى نقلل مساحة الخلاف ونوسع مساحة. سؤالي هو خطتكم إيه للإعلام الرسمي؟ الإعلام لابد أن يتمتع الإعلام بالحرية التامة، لسبب الحرية جزء كل لا يتجزأ. مش معقول أدي حضرتك حرية في السياسة وأجي أخنقها في الإعلام، ما ينفعش. أو حرية في الاقتصاد وأخنقها، ما ينفعش. لكن الحرية، طب حضرتك في البيت ومع الاسره في حريه، لكن اكيد روح الاسره في البيت لها ضوابط، الاسره نفسها اللي عاملاها مش انا. صحيح. وبالتالي احنا بنقول اسره الاعلاميين هي التي تضع الضوابط المناسبه للاعلام التنويري الذي يحمل هم هذا الوضع. ما ردتش عليا برضو، هل هيتم خصخصه الاعلام؟ لا. هيتم يعني خصخصه الاعلام يعني هيبقى في بيع لقنوات المملوكه للقنوات الرسميه؟ هل هيظل تابع للدولة؟ لا، أنا أعتقد ذلك، لكن هيكون في منظومة أقرب إلى المنظومة البريطانية. BBC. البي بي سي ده واحدة من. بس هي النموذج يعني. مجلس وطني يعني ممثل في إعلاميين ومجتمعات منظمات المجتمع المدني، بس بيضعوا زي دستور كده وثقافة تسمح بالحرية وفي ذات الوقت بتسمح بالحفاظ على الوطن. يعني هيبقى تابع لمين يعني؟ لا للمجلس الوطني ده، لا مش لا للحكومه ولا لاي حزب سياسي. وتمويله من جيوب الاعلاميين. احنا ندفعها صح؟ لا يعني طبعا انا مش خبير اعلامي ضليع عشان اقول لحضرتك. لا انا بسال عشان لجنه الثقافه والاعلام مهتمه. لا يعني احنا عاملين جلسات استماع ودي اثيره. نحضر نيجي نحضر معاكم ممكن؟ جدا جدا. انا هدعو حتى القنوات اللي احنا بنقول انها مش عجبانا في قضيه الثوره، برضه هنسمعهم. مش يمكن اقنعهم؟ ويبقى اكسبت. فدا جلسات استماع ثقي ان حضرتك هتوجه الدعوه للقناه. انا بس ده باكد يعني انه لسه ما فيش تصور نهائي. لا لسه بنسمع. لسه بنسمع للاعلام الرسمي هيتم هيكلته ازاي او هيتم بيعه. لسه بنسمع. بنسمع عندنا دراسه بنبص فيها، وغير السماع مصر الدراسه دي ممكن تكون تحمل وجهه نظر اللي كاتبها. لكن لازم نسمعكم انتوا العاملين في المجال. اخر حاجه بقى، حضرتك بتسمع انه في ناس بتتهم حزب الحريه والعداله ان هو الحزب الوطني الجديد؟ بسمع وبأحيلهم إلى الواقع والمنطق، مش دفاعا. الحزب الوطني القديم إن صح التعبير كان يعني منفردا القديم وانتم الجديد. ما أقول مع واحد أو اثنين من الأحزاب بصناعة وطنية يعني بصناعة الحزب الوطني. النهارده عندنا في البرلمان 19 حزب. بس التمثيل يعني والصلاحيات ووقت التصويت تعمل رئيس البرلمان ووكيله وكل اللجان بمواقعها الأربعة في كل لجنة
رئيس ووكيلين وامين سر كان تابع للحزب الوطني. هذا الوضع مش كده. راي حضرتك ايه صحيح رفض امبارح اغلبيه المجلس تحويل النائب مصطفى بكري للجنه القيم في حين ان هو اتهم دكتور باديه بالتحريض على العماله داخل المجلس وزيد العليمي خارج المجلس تم تحويله؟ دكتور عمرو حمزاوي رد في مقالته اليوم في الشروق وقال المجموعه التي دافعت عن ايه التي طلبت بلاش دفعت طلبت بتحويل 30 مصطفى بكري كانت حرفيتها تقترب من الصفر. نص يعني اذا بمعناها ايه؟ هو بيقول قضيتنا كانت صح بس اللي قدموها بشكل ياخد صفر. طيب ما هو برضه المحامي اللي ياخد صفر لازم يخسر القضيه. والله مش المشكله مش في طيب يعني ده تعليق يعني ده جزء. الجزء الثاني انا احترم جدا حزب النور السلف اللي النهارده طلع بيان وقال ايه النواب اللي كانوا مبسوطين قوي دول راحوا يهنوا مصطفى بكري وهتافات داخل المجلس انا بقيت واقف مستغرب. انا كنت بقعد فوق شويه بقيت واقف ايه اللي بقى الموضوع لا مستاهل تسقيف ولا مستاهل حاجه. حتى لو قلنا ان ده رايي وراي ده رايي وراي قد يحتمل الصواب وقد يحتمل الخطا وخالصين. بس النائب زياد العليمي قصدي تصريحاته كانت خارج المجلس وعوقب عليها او بيعاقب عليها لان في نص ما عشان بس الصراحه حلوه في نص موجود في اللائحه داخل وخارج ادي واحده داخل وخارج موجوده نص اثنين ان من يمس رموز الدوله بالسب المباشر دي برضو نص موجود وخصوصا رئيس الدوله. ما فيش رئيس دوله لكن اللي بيقوم او بيحل محله هو مستشار طنطاوي. هو بيقول ايوه انا قلت اللفظ ده بس ده كان لفظ مجازي وبيطلب تحويل الموضوع للمجمع اللغه العربيه. كويس والله لو مجمع اللغه العربيه قال انا بس انا نفسي في نص على فكره الصيغه الاعتذاريه التي قدمها كانت مرفوضه من الاغلبيه او من معظم الناس. انا كنت موافق عليه. ليه؟ كنت موافق عليه لان اولا زياد العليمي النائب المحترم زياد العليمي يعني شاب ولا احب ابدا ابدا ان انا اعرق الشاب في طريقه السياسي. بالعكس ده انا عايز اشجع الشباب الى طريق السياسي. كون اعتذر اعتذار ضمني هو ضمني. طب ما كويس اعتذار ضمني ولازم يعني يقول يعني كلام صريح. انا ولذلك انا رفعت ايدي في الموافق على كلام زياد العليمي وشافوني وقلت لهم شفتوني انا كنت بايد دكتور حلمي الجزار عضو مجلس الشعب عن حزب الحريه والعداله شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده يا فندم. وانا نفسي في نسخه من اللائحه بتاعت مجلس الشعب دي ممكن تاخد نسخه جدا جدا لان كل شويه اللائحه انا عايزه اقراها عايزه اذكرها بقى اللائحه ميرسي يا فندم بس هتعوزي فيها درس خصوصي مش ممكن تساعدني ارجوك صح؟ ميرسي يا فندم. خلصت حلقتنا النهارده بكره يكون ميعادنا مع حلقه جديده ويا رب يبقى نهار سعيد. صباح الفل ونهارك سعيد.